مرحبا بكم على قناتي قناة حازم حسن حامد. اليوم أرشدكم على طريقة سهلة إن شاء الله إزاي تحقق 1000 مشترك وأربع ثلاث ساعة بسهولة. على قناتي قناة حازم حسن حامد. أنا سعيد جدا إني اليوم أقدم فيديو على رغبة بعض المتابعين لقناتي قناة حازم حسن حامد. طبعا عليك حازم بتقدم كل ما يخصه البيت المصري او حاجات موجوده في كل بيوتنا، زي الزراعه، زي تربيه الحيوان، زي تربيه الدواجن، زي الاهتمام باشياء كتيره، حاجات كتيره. فده طريق حازم، عائلة حازم في تقديم الفيديوهات. النهارده هجاوب على احد الاسئلة اللي سألت ليا: ازاي قناتك حققت او تعدت ال 4000 ساعة واكتر من 1000 مشترك في اقرب وقت؟ كمان مع بعض ونوصل فكرتي او رسالتي في الاجابة عن السؤال: ازاي انت قدرت توصل لتجميع ال 4000 ساعة و1000 مشترك او اكتر من 1000 حتى تصل الى الشرط الاساسي لقبولك في شركاء يوتيوب وتنضم في نقطة تحقيق الربح. طبعا هي يراها بعض الاشخاص ان العملية صعبة، اللي انت تجمع 1000 شخص او 1000 مشترك على قناتك او تجمع 4000 ساعة. طبعا الموضوع مش سهل، الموضوع عايز منك عمل وشغل. طب انا قناتي اصلا انا كنت عاملها في 2012 ثم قفلتها وقمت بفتحها من اول وجديد في حوالي تقريبا شهر 5 اللي فات تقريبا او شهر 6 اخر 5 تقريبا، مع بدايه اجازات الكورونا والحظر اللي كان معمول، فكان في وقت. فلقيت ان افضل نقطه اللي انا ابدا في تشغيل القناه بتاعتي اللي كانت كنت قافلها تقريبا قرابه 8 سنين ما كنتش بستخدمها خالص يعني. وتحديت نفسي ان انا اقدر ان شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى اقدر اصل ل 4000 ساعة وال 1000 مشترك في اقل وقت. طب بعض الناس كانوا يرى ان الموضوع صعب عشان في ناس فشلت كتير في تحقيق هذا الشرط الاساسي اللي بتشوف وضعه في السنتين الاخيرتين دولت. لازم يكون عندك 1000 مشترك و 4000 ساعة مشاهدة حتى يتم قبولك في شركاء يوتيوب، وحتى تبدأ في تحقيق الربح من الإعلانات. فطبعا كان أهم نقطة يكون عندك محتوى تقدمه، يكون عندك محتوى إيه تقدمه، زي المحتوى الحلو ده كده ماشي. فإحنا بفضل الله سبحانه وتعالى لما قعدنا مع بعضنا أنا وأسرتي إن إحنا نقدم فكرة عائلة حازم ونقدم محتوى حياتنا اللي احنا عايشينها، يعني اللي بتعيشه أسرة عائلة حازم في بيتنا وبين جيراننا وفي شارعنا. نقدم محتوى، لازم أن يكون عندك محتوى، يعني بمعنى ان انت لو ما عندكش محتوى تقدمه او فكرة تمشي عليها فبلاش تعمل قناة ماشي. الا بقى لو يعني اتصور مثلا وانت ماشي في الشارع، فلازم يكون في محتوى ماشي. احنا محتوانا اللي احنا كنا بنقدمه عن الحيوانات وعن انقاذ الحيوانات وعن الزراعه وعن تخدير الارض وعن تمثيليات بنقدمها، فيديوهات اكشن تمثيل، يعني حاجات من ابتكار شبابنا، في منها كتير فيديوهات من اجل الاطفال والكلام ده وكده. فطبعا بديت ان انا نمشي على هذا النطاق، على هذا النطاق
ان احنا نمشي على بند المحتوى بتاعنا تقديم كل ما يخص اسرتنا وبيتنا. فهو الشرط الاساسي في ان انت تعمل قناه ناجحه يكون عندك محتوى. حذاري 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 اللي انت تاخد فيديوهات من على النت، تاخد فيديوهات مع فيسبوك، تاخد فيديوهات من مطوشه ومن افلام وتنزلها، كل ده هيترفض. انا اول ما قدمت قناتي عشان انضم الى شركاء يوتيوب اترفض اول مره، علشان كان عندي محتوى مكرر. محتوى مكرر، ايه هو محتوى مكرر؟ كنت في 2012 ايام الثوره كنت ساعات بشوف برامج يعني على التلفزيون، وكنت اخدها يعني اصورها وانزلها، او اخدها من على مثلا الفيسبوك وانزلها والكلام ده بدون اي تعديل. فاليوتيوب قال لي لا لازم الفيديوهات دي ان لم تكن انت معدل فيها فما ينفعش. رحت انا لغيت فيديوهات في 2012 كنت انزلها على قناتي حوالي 450 فيديو. 450 فيديو كان بيخص الثوره المصريه، بيخص حاجات من 2011، من ثوره 2011 لغايه قيام ثوره 2013. فكنت انا حاجات كتيره من هنا ومن هنا والكلام ده. فهو قال لا، ده محتوى مكرر يعني متقدم قبل كده. فطبعا شلت انا كل هذه الفيديوهات وخليت بس فيديوهاتي اللي انا بعملها انا واسرتي، انا وابن ياسين، انا وحمزه ابن اخويا، انا ومالك ابن اخويا، انا وروان بنتي، انا وفريده بنتي، انا والكلب رامبو، انا والكلب هو سمع الصوت راح مهبه، انا والكلب بيكي، انا والكلاب المنينو، انا والقطط مواليد وجوهر والحاجات دي، والفراخ والرومي وكل هذه الاشياء والارض والزراعه، كل ده بقيت انا بجمعه في فيديوهات وبنزلها. اذا عملت انا محتوى اقدمه. فدي كان الشرط الاساسي، المحتوى ما يكونش محتوى انت واخده من على النت عشان ما تضيعش وقتك وتضيع مجهودك على الفاضي. ما تاخدش اي حاجه من على النت، لازم تكون كده. وعشان اضمن لك ان انت قناتك تتقبل زي ما حصل معايا، ودي هبقى فيديو تاني ماشي، ان انت لازم كل حاجه تبقى فيها صوتك او صورتك. بلاش حتى تاخد صور من على جوجل وتجمعها وتعمل فيديو، بلاش كل الكلام الفارغ ده، لازم يكون عندك محتوى تقدمه. بلاش تاخد صور وتنزلها كفيديو، يوتيوب مش هيهتم بالكلام ده. اليوتيوب عايز حاجه منك انت، من شخصك انت، من صوتك انت، من صورتك انت. اول ما بتخش على قبول القناه في الفتره دي، فتره لما بتقدم، بس هو بيشوف هل هي صوتك، هل هي انت اللي ظاهر او صوتك، يعني حاجه من صنعك انت ومن فكرك انت، على طول قناتك بتتقبل. انا لما قدمت قناتي في خلال 5 ساعات كانت قناتي مقبوله. للمره الثانيه طبعا انا لغيت الفيديوهات اللي هي كانت مكرره دي. بعد كده لما قدمت قناتي في خلال 5 ساعات بالظبط، كنت انا قاعد كده صليت الفجر وقعدت اظبط القناه، قدمت القناه الساعه 7، وافقوا على القناه الساعه 12 في خلال 5 ساعات. وده كان حاجه يعني ما حصلتش حقيقي. في 5 ساعات تم قبول قناه حازم حسن حامد وعائله حازم، اليوتيوب وافي عليها ماشي، عشان انا لغيت كل الفيديوهات اللي ما كانتش، اللي كانت الفيديوهات من 2012 عندي حطيتها على جنب، فيديوهات قديمه مش بتاعتي معايا، وما عملتش فيها حتى تجديد، خدتها زي ما هي نزلتها معايا، حطيت بس فيديوهات اللي هي بصوتي وصوت اولادي على طول اليوتيوب. وانا بقدم شكري لكل العاملين في هذه الشركه العريقه، شركه يوتيوب وشركاء يوتيوب ويوتيوب بريميوم، كل الناس دي انا بشكرها فعلا، عشان هم فعلا وجهوني للطريق السليم اللي انا بس اقدم اعمالي انا اللي بقوم بيها والكلام ده، وكل ايه ما يخص ايه اسرتي. لازم يكون عندك محتوى. الحاجه الثانيه ماشي، وناخد استراحه ونكمل مع بعض ايه الحاجه الثانيه. شكرا، اهلا بكم مره اخرى على قناتي، قناه حازم حسن حالب. وكنا اتكلمنا على نقطه اللي هي يكون عندك محتوى تقدمه ماشي، زي ما قلنا احنا عندنا محتوى تربيه الحيوان، كلاب الحراسه والقطط وانقاذ الكلاب وانقاذ القطط، وازرع ومثل وقدم فيديوهات وقدم افكار والعاب وفيديوهات اطفال وتمثيليات معايا.
هو ده المحتوى اللي بيقدمه عليه الحازم. طب انا ازاي انا بقى ايه نجحت في ان انا اصل لل 4000 ساعه في حوالي اقل من 5 اشهر تقريبا يعني، ماشي، وبدون يعني بدون ما شغلت نفسي واشغلت حالي. ايه اللي انا عملته؟ اللي انا عملته عشان اصل لهذا، بما اني عندي محتوى اقدمه، ماشي، اللي انا كنت بعمل فيديوهات باستمرار، فيديوهات باستمرار وبنزلها على القناه. ده من الشروط الاساسيه اللي انت يعني اللي انت تصل اللي انت عايزه، اللي انت يكون ايه عندك فيديوهات تعملها وتنزلها وتحملها باستمرار بصوتك او بشكلك. يعني ممكن انت تكون ماسك الموبايل فقط وايه وتقدم هذا الشيء بدون ما تظهر، زي انا كده. انا تقريبا 80% من فيديوهاتي انا ما بظهرش فيها، ولا حتى اولادي، ممكن برضو اولادي بيظهروا فيها معظمها، لكن انا بصور مثلا الحيوان، بصور الكلاب، بصور القطط، بصور الشجر، الزرع، الطريق، تمثيليات، ما بظهرش. بس انا صوتي معظم الفيديوهات اللي بقدمها عليه حازم هي بصوتي. اذا لازم تعمل فيديوهات كتير، بما انك عندك محتوى تقدمه او فكره تقدمها، يبقى اذا لازم تعمل فيديوهات كتير. طب هتقول لي انا بعمل فيديوهات ومعلاش مشاهده، لا، انت لازم الفيديوهات دي مش مجرد ان انت بس تعملها على اليوتيوب وتسيبها، ماشي، انت برضه الناس مش هتعرف توصلك بسهوله، بس اليوتيوب هيساعدك في نشر الفيديوهات. يعني بمعنى ايه؟ ما تفكرش ان بس ان انت تعملها محدش، لا، انت لما بتعمل فيديوهات بانتظام يعني مثلا مش عايز على التوالي ولا على التوازي، بمعنى ان انت مثلا هتعمل كل يوم فيديو، يبقى كل يوم فيديو وتنزله، كل يوم فيديو وتنزل كل يوم، بما انك هتعمل فيديو خلاص يبقى تمشي على نظام معين. اليوتيوب هيحترم فيك هذا الشيء، فبالتالي هيساعدك في نشر فيديوهاتك. هتلاقي فيديوهاتك يعني انت لو دخلت مثلا على قناه حد من صحابك، ماشي، والكلام ده، ومثلا انت عامل مثلا اللي انت في دمنهور مثلا، في مدينتي او في القاهره او في اسكندريه او في اي مكان، ماشي، فانت هتلاقي الاشخاص هتلاقي تظهر فيما بعد فتره من اللي انت اعلان فيديوهاتك، ماشي، هتلاقي بدات تظهر فيديوهاتك عند اليوتيوب برشحها للاشخاص اللي هم يشاهدوها. بس انت اعمل فيديوهات كتير، ولما تعمل فيديو ما تنشروش على طول، لازم الفيديو على الاقل اللي انت نكمل مع بعض، ماشي، انت لما تعمل الفيديو بانتظام وكل يوم مثلا والكلام ده معايا، قلنا اليوتيوب هيساعدك في نشر هذا الفيديو معايا، وتلاقي ان هو اصبح اليوتيوب بيظهره مع فيديوهات اخرى، ماشي، سيشاهدها الاخرين يعني. وبرضه ساعد نفسك ان انت تاخد الرابط بتاع كل فيديو، اللي انت هذا الرابط تاخده تنشره مثلا على الفيسبوك، تاخده تنشره على تبعته لاصدقائك على واتساب، تاخده على الفايبر، على كل ما اللي انت تقدر تعمله، بحيث ان انت برضه تاخد الفيديو بتاعك تنشره، تساعد نفسك يعني برضه ان انت تنشر فيديوهاتك تبعته لاصدقائك. لو انت عندك مثلا 20 شخص من زمايلك، انت عارف لو 20 شخص مثلا انت كل يوم بتعمل فيديو وقلت لهم يا جماعه من فضلكم شاهدوا فيديوهاتي وعملوا سيرش لاسمي على الجوجل، وعملوا سيرش لاسمي اسم قناتك، لازم يتعمل لها مجرد ان البحث عن اسم قناتك ده اليوتيوب بيرفعك. ما هو اليوتيوب عامل درجات لمستوى القناه، يعني انا مثلا لما كنت ادور على قناتي على اليوتيوب ما كانتش بتظهر اسمها، دلوقتي بس ممكن اول ما تكتب حازم على طول يطلع لك اسم قناتي حازم حسن حامد. ايه اللي عمله اليوتيوب؟ اليوتيوب ساعدني ان قناتي تظهر في البحث. كل ما انت بتنزل فيديوهات ويتعمل لك سيرش على جوجل ويتعمل لك سيرش على يوتيوب، هتلاقي قناتك ان اليوتيوب شاكرا بيرفع مستوى قناتك في البحث، بيظهر فيديوهات. وده اللي حصل معايا انا في خلال 5 اشهر، لم يكن اقل من 5 اشهر، ماشي، بعد ما كان تقريبا نسبه المشاهده عندي، انا كان عندي اصلا مشاهدات اكتر من 2 مليون، بس كان من فيديوهات قديمه. كل ده لغيته، ماشي، ورجعت من اول وجديد. ليه؟ يعني لو اتكلم من اول، كان مثلا الساعات بتاعت الفيديوهات اللي انا عملها بصوتي واولادي كان مثلا ساعه مشاهده، في خلال مثلا حوالي 4-5 اشهر وصلوا اكثر من 4000 ساعه، ماشي، اكثر. انا لغيت ساعات كتيره جدا، كانت يعني لو قلت انا لغيت مثلا حوالي مثلا 50000 ساعه 60000 ساعه لغيتهم، علشان دي كانت فيديوهات
واخدها من على الفيسبوك في 2012، او واخدها من على القنوات اللي هي بتاعت مثلا بعض اللي بتقدم في التلفزيون، يعني قنوات التلفزيون كانت بتنزل لها بعض المقاطع الفيديوهات على الفيسبوك، كنت باخد دي مثلا بدون ما اغير اي حاجه. انا كنت معتقد ان اعمل صح، كنت معتقد ان اعمل صح اللي انا باخد الفيديو ده وانزله عندي ماشي، ما اعرفش ان انا كان هذا خطا، عشان الفيديوهات دي لها حقوق طبع وحقوق نشر. فحذاري حذاري 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 تاخد اي فيديو ماشي من على قناه حد والكلام ده، الا مثلا لو فيديو ماتش كوره هتعلق عليه، الا لو حاجه هتقدر بس تعمل ايه فيها تغيير يفيد الاخرين، مش مجرد تاخد وتنزل. يبقى انت كده ضيعت قناتك وضيعت وقتك وضيعت مجهودك، ان قناتك يعني في الاخر هتترفض، بل بالعكس ممكن قناتك تتقفل لو انت حضرتك ما خدت فيديوهات مش بتاعتك ماشي. وحذاري ان انت تاخد صور بكده وتعمل بيها فيديو، كل الكلام ده كلام فارغ، لازما محتوى باسمك وصورتك. يبقى اذا احنا قلنا يبقى عندك محتوى تقدمه، فكره تقدمها، والحاجه الثانيه تعمل فيديوهات كتير وتنزل فيديوهات كتير. بس برضو في نقطه مهمه جدا انا عايز اوصلها، لما تعمل الفيديو ما تعملوش تعلنه على طول، يعني ايه ان هو يتعرض على طول، لا اعمل الفيديو. حتى اليوتيوب بيقول لك ما تعلنش فيديوهاتك على طول، خليه مجدول، جدوله يوم يومين وبعد كده اعرضه ماشي، خليه يعني ما حدش يشوفه. يعني كل ما انت بتخليه انت بترفع من مستوى الفيديو، اما مجرد ان انت تعلنه مره واحده ده مش كويس. او حتى اليوتيوب بيقول لنا الكلام ده، من الاساسيات اللي هو في فيديوهات اليوتيوب، في الفيديوهات اللي انت تعرضها بيقول لك ما تعرضش فيديوهات انت اول ما تعمل له ابلود تروح على طول عرضه، لا غلط. الفيديوهات ده حافظ عليه، خليه مثلا يوم كده ولا حاجه، بيزمول ايه اكله بتعملها فبدا عايزها تستوي، بياخد وقت لما تستوي يعني ماشي، فخليها كده شويه وعرضه ثاني يوم ثالث يوم ماشي. ده كويس لقناتك ان انت تعرض الفول، ان تعرض الفيديو بعد ياسين ابني بيضحك عشان قلت تعرض الفول، انا قصدي تعرض الفيديو ماشي. تعرض الفيديو بعد يومين ثلاثه من جدولته، بعد كده تعمله ان العامه يشوفوه، ده المصلحه في الفيديو بتاعك. اذا نرجع تاني عشان نقول للناس انا ازاي قدرت احقق ال 4000 ساعه، وازاي قدرت احقق اكتر من 1400 مشترك في خلال 4 5 شهور تقريبا، كان بفضل الله سبحانه وتعالى اولا ماشي، وفضل ثم بفضل اسرتي اللي هم ساعدوني وساعدنا بعضنا اللي احنا نعمل افكار، ثم بفضل الافكار اللي كان بيساعدني بيها اليوتيوب ان انا اعمل كذا لا اعمل كذا لا اعمل كذا ماشي. اليوتيوب بيساعدك ان انت تعمل قناه، اليوتيوب عمره ما يكون ضدك، بل بالعكس كل القائمين على اليوتيوب بيقدموا افكار وفيديوهات جميله جدا انا كنت بتابعها، والكلام ده باللغه الانجليزيه، لكن انا كنت الحمد لله بتكلم انجليزي كويس وبترجم مع نفسي معايا، فقدرت ان انا اترجم يوصل لك اعمل فيديوهات عامل ازاي واعمل فيديوهات كتير وكده. المهم لما اعمل فيديو صح، اكتب اسم صح للفيديو، اسم خده يعني خد فكره السيرش بتاعه من على جوجل ماشي. مثلا لو تقدم مثلا فيديو الكلب، لقيت كلب مثلا في الشارع ماشي، ما تقولش لقيت كلب، قول مثلا انقاذ كلب. هات الحاجات اللي هي متوفره على السيرش وسهله للناس بتعملها ماشي. مثلا عندك قطط، قول مثلا تربيه القطط، يعني حاجات مثلا معايا اللي انت ايه بيها تكون سهله الايه. انا بتكلم في الاول يعني كلام سهل ان هو الناس تدور بيه على ايه في السيرش. انا بحاول اوصل نقاط عشان انا يعني سالت ازاي انت نجحت في ان انت تعمل 4000 ساعه، الاكثر من 4000 ساعه. انا لو حسبت اللي انا لغيته هيكون عندي 50000 60000 ساعه، يعني عشان انا كان عندي اكتر من 1400 مليون و400 الف مشاهده، وده يعتبر 40 50000 ساعه يعني. بس الكلام ده كله في 2012 هذه الساعات، لكن كل ده لغيته ماشي والكلام ده، ونزلت تحت حوالي 70000 ساعه ان لم يكن 80000 ساعه، اللي هم يعتبروا 4000 اسف 80000 مشاهده، ودلوقتي اللي يعتبروا 4000 ساعه يعني ماشي. ولغيت فيديوهات ملهاش لازمه كتير يعني. بس اذا هتقدم فيديو بصوتك وشكلك وهتعمل فيديوهات كتير وتنشر روابط الفيديو بس في كل حته، صدقني هيجيلك ناس كتير
وهتلاقي نفسك يعني القناة بتاعتك بتنجح، وهتلاقي إن فيها مشاهدات، بس يكون لك أصحاب برضو يساعدوك إن هم يشاهدوا الفيديوهات ويعملوا لايك ويعملوا لك شير للقناة بتاعتك. حاول برضو إن أنت ما تعتمدش، يعني اليوتيوب هينجحك ماشي كتير، لكن برضو خلي برضو في من جنبك أنت إيه حد يساعدك وينشرك فيديوهات. كده اكون يعني انا وصلت لنهايه هذا الفيديو. هيبقى في جزء تاني للفيديو اقول لكم ازاي انا وصلت لنقطه تحقيق الربح والكلام ده وعملت ايه، وهنتكلم على جوجل ادسنس، وهنتكلم على حاجات كتيره وربط تربط قناتك بجوجل ادسنس، عشان في نقطه مهمه جدا جدا الناس بتغلط فيها، استخدام حساب اليوتيوب بتاعك لجوجل ادسنس. طبعا ده خطر، ما ينفعش تستخدم ليك حساب لقناتك وحساب تاني لجوجل ادسنس، عشان لو اتلغى ما يوقفش قناتك ويلغي لك قناتك. ان شاء الله في فيديو تاني نكمله مع بعض ان شاء الله، ويا رب الفيديو يعجبكم. واشكركم من كل قلبي كل متابعين لقناتي، اشكركم انا وعدت اشكركم من هنا للسنه الجايه ماشي، يعني اقدر لنا اوفيكم حقكم في ان انتم ساعدتوني بالمشاهدات وساعدتوني دايما بشير القنوات وساعدتوني بمشاهده الفيديوهات. اشكر كل الشكر كل الناس الموجوده على قناه المتابعين لي على اليوتيوب، واشكر اليوتيوب ذات نفسه اللي هو ساعدني ويعني كان يقدم افكار، الافكار دي تقدر بيها اللي انت تنجح قناتك. كل الشكر لليوتيوب، كل الشكر للمشاهدين، كل الشكر الشكر لاسرتي، الشكر لياسين، الشكر لروان، الشكر لفريده، الشكر لحمزه، الشكر لمالك، الشكر لرامبو، الشكر لفيكي، الشكر لريكسو، الشكر لريكسا، الشكر للمواليد الله يرحمها، والشكر لاخ اسمه مديل اسمه ايه؟ كوفي، والشكر ل ايه؟ والشكر بكل الشكر العصافير والزرق، كل اشكر كل الناس اللي هم ساعدوني، وكل المخلوقات اللي ساعدتني الحيه في نجاح قناتي. كل الشكر لحضراتكم، ونكمل مع بعض ان شاء الله في القادم. السلام عليكم. شكرا ياسين حبيبي ياسين، وبرضو اسالكم الانضمام لقناه ياسين مغامرات ياسين ماشي، ياسين حازم قناه جميله، وياسين هيقدم بصراحه، ياسين بيساعدني، ياسين بالعكس انا كنت مفكر نفسي يعني انا شاطر، طلع ابن ياسين اشطر مني، هو بيعلمني وكده. وبرده تابعوا قناه افكار مالك، شاهدوها برده، مالك ابن اخويا والكلام ده، كل هذه الاشياء تفرحني جدا. قناه مغامرات ياسين حازم وقناه افكار مالك، كل الشكر لكم، وان شاء الله نسيب الروابط القنوات تحت. كل الشكر لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كنتم مع المحاسب حازم حسن حامد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا.